السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا شكل جديد من برنامج فكرة لتنمية الذاكرة البصرية، عندنا ذاكرة الصور المتحركة. البرنامج عبارة عن كتابين، الكتاب الأول اللي هو كتاب العرض، والكتاب الثاني كتاب الاستجابة وعشر استمارات تسجيل. هنا بيكون المطلوب عندي هو طبعا مناسب للأعمار من 3 ل 15 سنة. دي الصفحة بتاعت التعليمات، بعرض الصور دي على الطفل. يلا عاوزك تبص عليها كويس قوي. تمام، متأكد؟ طيب عاوزاك تعمل دايرة على نفس الصور اللي انت شفتها في الورقة دي. برافو عليك. طبعا ده عندنا هنا اللي هو المستوى الاول. ايه دلوقتي عندنا؟ خلينا نشوف حاجة من المستوى التاني. ايه عندنا؟